لتحضير بودنج عربية مع محل ستيفيانا كبديل عن السكر الأبيض. رح نحتاج لثلاثة كوب حليب سائل، ربع معلقة صغيرة مستكة مطحونة، خمس معالق كبار من نشا الكسيح، أربع معالق كبار من محل ستيفيانا أكثر أو أقل أنت حرة، بالإضافة إلى نص كوب فستق حلبي مطحون. للتقديم رح نجيب شوية فستق حلبي، فراولة وغزل بنات اختياري. يلا ورا بعض. حليب سائل ما في، كل كوب مي له معلقتين كبار حليب باودر مجفف. محل ستيفيانا كبديل عن السكر الأبيض بالكمية اللي بدك إياها. كل كاسة حليب بدها معلقة. إذن ثلاث لأربع معلق لأنه نوع من أنواع الحلو. هاي شوفي كيف شكله. يباع بالصيدليات ومصرح فيه، هاي ثلاثة أربعة، مصرح فيه من الغذاء والدواء. ما في إشي ممكن يأذي صحة المواطن يتوفر بالأسواق، مستحيل. يعني هذا إشي مستحيل. فدايما نكونوا إيش؟ مرتاحين البال. رح ناخذ من الكسيح. أحلى إشي فيه إنه الكيس محكم الإغلاق من فوق، فبالتالي لو ما فضيتيه بمرتبان ما بيأثر. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. البارد إحنا لسه بنشتغل هون. بعدين رح نجيب شوية مستكة مطحونة باودر، كل ما كترتي كل ما صارت مرة ومش زاكية. إذن الصح ربع معلقة صغيرة على راس المعلقة. رح نروح نطبخهم مع بعض. وبعدين إيش نساوي؟ لما يصير شوي فاتر رح نحط له الفستق الحلبي على البارد. شايفة كيف بتعلق المعلقة لما يدوب معاي النشا؟ طيب لما تبلش تسخن معاي رح نحط فستق حلبي مطحون فيها نطبخه معها. أنا رح أحط هلأ بس عشان بيهمني ما تنسوا، ديروا بالكم تنسوها. نص كوب نحركهم. تحبي تحطيها من أول بصير تطبخيها، بس أنا بحطه في نص الطريق كرمال ما يتشتش معاي، بدي إياه يضل يقرش الفستق. شايفة كيف صار شكل عربية. هلأ كيف بدي أقدمها مع الفستق الحلبي؟ خطر ببالي أجيب صينية وأعمل فيها طوق أو قاعدة من الفستق الحلبي هيك، ورح أسكب عليها المزيج وهو ساخن. فهاي شو بتصير؟ بتصير الكفر لما بقلبه. خلينا نشوف أنا وياكم. رح أجيب طبق التقديم ونقلب عليها صحن الحلو. طبعا بالثلاجة أقل شيء 6 ساعات، فأنا عملته مبارح قبل ما أغادر الاستديو وضل بطوله بالثلاجة. شوفي بحط نص كوب زيادة شوي صراحة لأنه أزكى يكون واضح. ما بدك يعمل كعب أو هيك وجه ناشف، غطي بنايلون بعد الساعة الأولى بالثلاجة. تمام؟ طيب بعدين شو بدي أسوي؟ بدي أفكه. بس بهالطريقة إشي بسيط، أمشي السكين بالعكس طبعاً. تمام؟ اوكي. وبعدين هنمسك الصينيه، بسم الله. بقلب ولا ما قلب؟ بقلب ولا ما بقلب؟ ايش يا معاذ؟ ايش ابن عمي؟ اصلاتا انتهت الحلقه ويلا لو سمحتي ودعي عشان احنا بدنا نروح. وهيك والسلام ختام. هون وين راح الفستق الحلبي؟ كان قليل شوي بهاي المنطقة، فلما سكبنا هرب الفستق لأنه ساخن المزيج. فدايما أنت صبي في أماكن متعددة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الطريق وصدقنا الوعد بناء على طلبكم، وسوينا قدرة فول أخضر بالقدر النحاس وبالقدر الفخار، وكمان سوينا لكم بودنج عربية بالفستق الحلبي مع محلي ستيفيانا. ديروا بالكم على حالكم، تضلوا بخير دائما. بشوفكم غدا إن شاء الله. باي باي.